مساء الخير. اليوم رح نكتب عن بورتريه لشخص ما بنعرفه. الكتابة هنا عملية إبداعية، لا يوجد كتابة صح أو كتابة خطأ، هناك كتابة لها علاقة بما نراه، بما نعتقده. هنا في أغنية كثير 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 حلوة، لمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها؟ شو قالهم؟ جاوبت اللي جهلوا فني، خذوا عيني شوفوا فيها. إذن هنا نحن نرى بعين ليست بالضرورة الآخرون يرونها. لننظر إلى هذه الصور الثلاث. مطلوب منكم قراءة هذه الشخصية من خلال عينها، بماذا تشعر؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا ابدأوا. شايب واضح عليه أن الزمان غدر فيه، وأحب أني أتكلم عن هالموضوع. وأنا أكتب سرحت في اللوحة، أتساءل ليش؟ كيف؟ وش القصة اللي وراءها؟ أنا قاعد بتطلع على الصورة بتذكر شغلات من وطني، الكوفية اللي ربطيتها، الدمعة اللي على عينها، في كتير نقاط موجودة بالصورة بقدر أني أكتب عنها. جاهزين؟ نبدأ بعبد العزيز، أي لوحتك؟ هذه الأولى، نسمع. عيناه الممتلئتان بالدموع تنطق وتقول ألا ليت الزمان يعود يوما. وكانت المباني، المدارس، المستشفيات مهدمة. فما أقسى أن يقف الكلام بين الحنجرة والفم، إن أطلقته تألمت وإن كتمته تألمت. أوكي عمر. أرى في الإحمرار حول عينيها بحيرات من الدم تتفجر. أماه صرخت الروح قهرا، أتغادرين؟ كلا تؤسرين. سرت دمعة ساخنة على وجهها، ولكن يا للمفاجأة، لم تهم بمسحها. خوف، ترقب، تساؤل بسيط. تتمنى لو تذرف عبرة متجمدة تداريها بيديها علها تغسل بها جسدا شاحبا. أصابع لا تليق بها إلا المجوهرات، وأظافر أنثوية جذابة، لذلك وجد فيها التراب منزلة. جميل، جميل جدا ومؤثر. أنا جدا جدا استمتعت بما سمعت، وبالقدرة خلال وقت قصير نسبيا على أنه نحن نستخدم ملكة الخيال لدينا في الكتابة. وأختم بمقولة أيضا لبيكاسو، قال هناك فنانون يحولون الشمس إلى بقعة صفراء على الورق، وهناك فنانون يحولون البقعة الصفراء إلى شمس. أي من الفنانين تريدون أن تكونوا؟ اصنعوا أنتم الشمس. شكراً كثير لكم على هذا اللقاء، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا.